عموما معايا سيادة الوزير عمر مروان وزير الشؤون القانونية والنيابية. مساء الخير يا سيادة الوزير. مساء الخير يا استاذة لمير. معلش انا طولت شوية في المقدمة، ولكن يعني بحاول اشرح للناس انه القصة مش تحسين اجور 50 وزير، ولكن الوضع كان صعب جدا اساسا في البداية. بالتأكيد يا فندم، واشكرك على المقدمة دي، وانا عايز اقول لحضرتك ان التعديل ده تم وفقا للمادة 166 من الدستور. يعني الدستور ألزم إن لازم مرتبات رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة لازم تحدد بقانون، وبالتالي صدر القانون. ألو؟ أي فندم، سمع حضرتك سيادة الوزير. بالتالي صدر القانون النهاردة تنفيذا لهذا الاستحقاق الدستوري. وزي ما حضرتك تفضلتي الوزير، يعني أنا بكلم حضرتك وأنا لسه نازل من المكتب بطريقي إلى البيت. يعني أنا حاليا في السيارة. يعني انتوا بتشتغلوا من 8 الصبح لحد او 9 او 10 بالليل زي ما سيادتك شايفه. كل وزير يعني ما بيروحش بيته الا ليلا. انا ما اعتقدش ان في وزير بيروح بيته مثلا والنهار طالع، دي استحاله. لازم تكون دخل عليه الليل. الوضع القانون اللي صدر النهارده بيقنن الوضع الحالي وبيأسس لمرتبات الوزراء لان احنا كنا للدستور. الوضع الحالي كان انه الوزير بياخد المرتب اللي هو 4800 ده ولا 4200، وكانوا بيدوا له مكافاه اخرى، صح؟ ايوه، ما انا مش عايز اصدم سيادتك، هم مش 4200، هم 2200 وشويه. ياه، والله كتير يا سياده الوزير. تخيل كتير. مش 4200، 2200 حاجه و30. فده المرتب، وبعد كده تيجي بقى مكافاه كده، مش يعني حاجات لا تليق. فاللي حصل النهارده تقنين للامر الواقع وتنفيذ للاحكام الدستوريه، ومفيش فيه يعني اي غرابه. وزي ما سيادتك تفضلتي، ناس بتبقى استقالت من وظايفها، استقالت طبعا بتخدم البلد في هذا الموقع، وزي ما حضرتك شايفه بقى كم الهم والبهدله اللي اي وزير بيشوفها وهو بيؤدي عمله. اعتقد ان هذا مبلغ يعني ده مبلغ كمان لا يليق بصراحه، يعني مش عايز اقول ده الحد الاقصى. وخلاص نحن نلتزم بالقانون. طبعا هو الحد، لكن الأقصى. كمان خلينا نقول ان الوزراء بعد ما بيخرجوا على المعاش بياخدوا معاش ايه دلوقتي 90 سنة. حضرتك النهارده الوزير اسامه هيكل سئل انت بتاخد معاش كام؟ قال 575 جنيه. مش معقول، تخيلي حضرتك. لا طبعا، ما وزير ياخد معاش 575 جنيه. فلا شك ان هذا القانون يعني صحح اوضاع وقنن اوضاع الواقع وينفذ الدستور، وما اعتقد انه ما كانش يستاهل يعني كل هذه الضجه. لا، ده انا هذهب لابعد من كده سياده الوزير، واقول ان انا اتمنى انه يتم اعاده النظر في موضوع الحد الاقصى. احنا محتاجين نفتح هذا الحد، لان لو احنا في مرحله قادمه بنبني بلد وبنحاول ان احنا نستقطب كفاءات، وعايزين، وانا مش بتكلم بس على الوزراء والحكومه، انا عندي كفاءات في هيئات استثماريه، كفاءات في هيئات مهمه، انا بحاول نستقطبهم في بنوك معينه، في البنك المركزي، كل دول احنا محتاجين نستقطب كفاءات من الشباب اللي بيروحوا يشتغلوا في اماكن اخرى بفلوس كتيره ولازم يجوا. فاحنا محتاجين نفتح الحد الاقصى ده ونعيد التفكير في موضوع الحد الاقصى، لانه مهم ان احنا بنبني بلد بنبنيه بكفاءات. الكفاءات دي لو مشيت وراحت تشتغل في حته تانية مش هتيجي تشتغل بابا 40,000 جنيه، انا اسفه يعني. ان شاء الله الظروف تتحسن والدنيا تفتح، ولازم الناس برضو كلنا نكون على قدر المسؤولية ونخدم بلدنا بأي مبلغ صحيح متاح. وانا بشكرك سيادة الوزير عمر مروان وزير الشؤون النيابية والقانونية.